هيمن لاعبو الدوري الإنجليزي على مشهد الدور نصف النهائي من مونديال روسيا 2018 من خلال تواجد 40 لاعبا يتوزعون على 11 ناديا، في حين حل الدوري الإسباني في المركز الثاني ب 12 لاعبا ينشطون في 5 أندية، وجاء الدوري الفرنسي في المركز الثالث ب 11 لاعبا يحترفون في 3 أندية، فالدوري الألماني بتسعة لاعبين موزعين على 9 أندية مختلفة. وعلى مستوى الأندية جاء توتنهام بالمركز الأول بتسعة لاعبين، وهم الحارس الفرنسي هوغو لوريس، ألدرفيرد، فيرتونغن، موسى ديمبلي، داني روز وتريبيه وإيريك داير وديلي آلي وهاري كين. تلاه قطبا مدينة مانشستر بسبعة لاعبين لكل منهما، ثم تشيلسي بستة لاعبين، وتساوى فريق ليفربول مع برشلونة وباريس سان جيرمان وموناكو من خلال تواجد أربعة لاعبين في صفوفهم ضمن المنتخبات الأربع المتأهلة إلى الدوري نصف النهائي. وكان موقع سكاي سبورت قد نشر إحصائية تشير إلى أنه منذ مونديال الأوروغواي عام 30 شارك في نهائيات كأس العالم 7926 لاعبا ينتمون إلى 1519 ناديا في 89 بطولة دور مختلفة في جميع أنحاء العالم، وأن نادي يوفنتوس الإيطالي يتصدر قائمة أكثر الأندية تمثيلا، حيث تواجد 128 لاعبا في صفوفه خلال البطولات 21 التي أقيمت بزيادة لاعبين عن برشلونة، فيما يحتل انتر ميلان المركز الثالث ب 122 لاعبا متفوقا على ريال مدريد صاحب المركز الرابع ب 117 لاعبا.